معكم مواطنة من مدينة القنيطرة. كما لاحظتوا حنا مجموعة من النساء كنتظروا الأبناء ديالنا، هما كيجتازوا دورة البكالوريا. وإحساسي كأي أم بالطبع شوية كاين شوية الخوف، ولكن كنتمنوا لهم التوفيق والنجاح، ونتمنوا لهم مسيرة موفقة خاصة في هذه الظرفية، لأنها كانت ظرفية جد صعبة، وعشنا معهم لحظات صعبة بالطبع. السلام عليكم، أنا من مدينة القنيطرة، بالضبط ثانوية محمد الخامس. جيت مع الولد ديالي، عنده سنة بكالوريا إن شاء الله هذا النهار، شعبة ديال الفيزيك. تنتمنى من الله تيسر الأمور ويكون كل شيء على خير وبخير ليه ولوليدات جميع المسلمين إن شاء الله. وكاين شي شويه ديال الخلعه وكاين شويه ديال الستريس، لان الدراري مساكن كانت الدراسه على البعد، وكان اللي ما كانش موفق، والله يسهل عليهم كاملين. اجو هاد الامتحان كانوا مزيانين، كنا 10 في قسم، كان فريمون سكات، اساتذه ظريفين معانا وكل شيء مزيان معانا. صافي زعما امتحان كان عادي، زعما بحال الوطنيات ديال العام الاوام اللي فاتوا، زعما داكشي عادي. اللي كان مراجع راه يجاوب مزيان ويكونش عنده مشكل، سيتو. كلشي كان مقاد في الاول، دخلونا دراري بوحدهم وبنات بوحدهم، بنات كيدخلوا وحده بوحده كيدوزوا علينا داك لو تروك ديال التليفونات، من بعد كيعقموا لينا يدينا، كيعطونا كمامات جداد وهاد لو تروك هذا. وفاش وصلنا القسم كاينه زعما مسافه الامان، زعما ما عندنا ليش ندخلوا. الاجواء ديال الوطني كانوا صراحه الامتحان في المستوى، واي واحد يقدر يدوزو، زعما الا كان راجع الدروس ديالو وخدم التمارين في مع الاساتذه ديالو وجد مزيان راه غادي يقدر يجيب مزيان، وصافي. هذا هو بالنسبه ليا كي جاني الوطن. والتدابير الوقائيه كانوا مزيانين، كيعطيونا لي ماسك باش نقيو راسنا من اي واحد غادي يقدر يدوز من حدانا، وكان داكشي مزيان. دوزنا عادي، زعما الحراسه كانت زعما عادي، ما كانوش راخفين علينا زعما، ولا فهمتي، كانت الحراسه زعما عاديه، وحنا ما زعمناش اصلا على الحراس، فهمتي، ما يعني ما كاين لي جبد شي حاجه، وحتى التليفونات حطوهم مع الدخله الدراري جايبينهم. شويه ساهل فهمتي، وما حطوه شويه سهله، هو مجبد يعني. دوك الاسئله دوك الاسئله ديال اللي كانوا مولفين كيحطوهم، بحال تقول وسعوهم وفرقوا داكشي مزيان، جبدوه عادي. مع دخلنا معاه عقموا لينا يدينا، عطاونا الكمام، عطاونا لي ماسك، وصافي. وكل واحد كاين نظام، كاين نظام هذا العام ديال الاعوام اللي فاتوا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.